احتفلت محافظة قنا بالأمس بعيد قنا القومي بحضور السيد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وأيضا بتشريف السيدة وزيرة الثقافة دكتورة إيناس عبد الدايم، وأيضا دكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار. قنا تحتفل كل عام بعيدها القومي بزيارة منطقة البارود التي كبد فيها الأهالي المحتل الفرنسي خسائر فادحة، فاتخذت المحافظة من هذا اليوم عيدا قوميا. افتتاحات كثيرة تمت بالأمس، زيارات لمناطق متعددة، احتفالات وغير ذلك، وسيتواصل الاحتفال بعيد قنا القومي غدا السبت أيضا، لرسالة لأبناء قنا ولكل من يعنيهم الأمر أن قنا محافظة تنهض وتنهض بقوة وتنهض بقدرة فائقة من أبنائها الشرفاء. تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. النهارده بنحتفل بالعيد القومي لمحافظة قنا في كل عام من 3 مارس، وطبعا الذكرى ذكرى بطولة ابناء محافظة قنا ان هم قدروا يهزموا الاسطول الانجليزي اثناء الحملة على مصر عام 1799، وقدروا ان هم يدمروا 12 قطعة بحرية في نهر النيل، ومن هذا التاريخ اصبح العيد القومي لمحافظة قنا، واللي قام به طبعا ابناء قنا وابناء قرية البارود. والنهارده الاحتفال زي ما احنا شايفين احتفال الحقيقة طبعا شارك فيه كل أبناء المحافظة، بالإضافة إن شاء الله إحنا عندنا مهرجان الثقافة والفنون إن شاء الله يبدأ من النهاردة لمدة 3 أيام في حضور معالي وزيرة الثقافة ومعالي وزير السياحة، وده كل ده عشان خاطر يعني يحصل تنمية ثقافية لأبنائنا في المحافظة هنا، بالإضافة لوجود برضو من وزارة الثقافة متحف مسرح التحدي والتجوال المواجهة والتجوال، وده بيقدم الحقيقة طبعا أعمال فنية راقية يعني بتدي لأبنائنا يعني جرعات ثقافية عشان خاطر يبقوا عندهم علم ودراية بما يحدث حولهم.